منو؟ لا داخل روح بس اعطيني شيء فاضي. شنو يقول مولانا؟ سؤال متوجه لك اللي يفتي. لما تكلمتوا ما سمعنا منه شيء. يقول اللي يفتي شنو؟ لازم يكون صاحب علم. ايوه صاحب مش عارف ايه. طب ليش انت ما قلت له معك فلان فلان رمضان حجازي؟ طب هو عارفني، ما هو اللي متصل. طب هم اللي متصل يقول لي. طب هم من اللي قايل من افتى بلا علم فقد اضل؟ قد ذبح بغير سكين. مين اللي قالها؟ الشافعي. محمد القضاء فقد ذبح بغير سكين. لا، من افتى بغير علم. من اللي قايلها؟ افتى بغير علم. الشافعي. لا، اجرؤكم على الفتوى اجرؤكم على النار. سيدي الساحل العاجي، هل انت تفتي مسرح لك بالفتوى؟ لا، لست مفتيا. لكن اجيب على بعض التساؤلات الدينيه. الله، من هو مفتي الساحل العاجو؟ على حد علمي. من هو مفتي يعني الساحل العاج؟ ناقل للفتوى. ناقل للفتوى. أيوة مفتي العاجي. الساحل العاجي شيخي باندي. أيوة. من هو المفتي؟ المفتي للساحل العاج اسمه السيد عمر صنور. ما شاء الله. تيجاني؟ ايوه هو تيجاني، هو تيجاني عضو بارز في مجلس اعلى العلم. الله ما شاء الله. أيوة. الله اكبر. ومن يساعده؟ انا كنت من مساعديه سابقا. الله. لكن حاليا يساعده واحد اسمه بامر رسول. ما شاء الله. بامر رسول. الفاتحة. الفاتحة. اللهم هي لنا من أمرنا. اللهم هي لنا من أمرنا رشد. وتقبل أعمالنا. صمديه.